سباق المرشحين للانتخابات يبدأ قبل 3 أشهر من موعد إجرائها، موسم انتخابي خدمي قد يحصل فيه المواطن على شارع معبد أو محولة كهربائية مع أسلاك جديدة. على أبواب الدوائر الخدمية يتزاحم المرشحون لاستمالة الناخبين بخدمات قصيرة الأمد قد تنتهي بانتهاء الحملة الانتخابية. نتمنى أن تكون خطط أبعد من قضية الخدمات اللي هي مسؤولية مدير الوحدة الإدارية أو مسؤول بعض الجهات التنفيذية، ونتمنى من البرلمان أن يكون دوره أكبر على مستوى الإقليمي والعالمي. تغيير النظام الانتخابي إلى الدوائر المتعددة بحسب متخصصين غير كثيرا من أساليب الدعاية الانتخابية. المتنفذون وأصحاب المال قد ينجحون بكسب ود أغلبية الناخبين، أما المستقلون الذين لا يملكون المال فيراهنون على وعي الفئة المتبقية وإدراكها. قسم المرشحين هم بالأساس يمتلكون تأثير حتى على المؤسسات الخدمية، هذه أولا، يمتلكون الأموال اللازمة، يمتلكون أدواتهم، وهؤلاء الذين ربما يكون يؤثرون على ذهنية الناخب حينما يجد أن هنالك من يقدم له خدمات، وبالتالي يلعبون على ذاكرة المواطن البسيطة التي قد تنسى بالأساس أن ما يقدمونه هي أساساً إجراءات وقتية آنية تصف في مصلحة المرشح وليس في مصلحة الناخب. ويتوقع مراقبون أن الكثير من المناطق ستظهر بحلة جديدة قبيل الانتخابات بسبب تصاعد وتيرة الأعمال الخدمية. غير الإكساء ونصب المحولات وتسهيل المعاملات الحكومية ورعاية الأنشطة الرياضية وختان الأطفال، سفرات سياحية لراحة الناخبين واستجمامهم هي مدة ذهبية يتمنى الناخب بعد أن ذاق حلوها تمديد فترة السباق الانتخابي 4 سنوات مقابل 4 أشهر للدورة النيابية الانتخابية. علي الأحمد، العراقية الإخبارية، بغداد.